وهلا نبتدي البلوك تبعنا باللحم المشوي المقرمش تبع الخنزير المدخن، وهاي عم تحط الطحين ما بعرف ايش على البطاطا وعم تقلي، وهاي عندنا الرمان هلا، ونشوف الجمهور والناس. وهاي افضل فاكهه بالنسبه لي هون بهذا الشارع، واللي هي الدوريان. عن جد طعمها كتير حلو، تشيزي سويت، بس ريحتها ابدا مو حلوه. ونكمل هون عندنا قصب السكر وجوز الهند وبيب بيب، ممكن تفتح لنا الطريق. وهون عندنا الفاكهه الاستوائيه، ونكمل ونشوف الناس كلهم جالسين بالشارع. كمل كمل كمل، دورني دورني. وهذا اول فلوج الي يا داعمين، يلي تعملوا لي لايكات، ما حدا يعمل لي لايكات وما حدا يشجعني. وهاي عندنا هون الاكلات البحريه اللي محبين السي فود. ونكمل نكمل، مشي 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 مشي. وهاي عندنا الاكل الصيني هون الستيم، ما بعرف ايش عم تعمل هاي. ونكمل سيدا، وهذا عم يصور فلوج الاستاذ كمان. هذا الشارع كتير مشهور بمنتصف العاصمة كوالالمبور، اسمه جلان ألور، أكل الشوارع يعني. وهون تعترضنا بمنتصف طريق سيارة، ما شاء الله على الزحمة. وعملوا لي لايك يا حلوين فضلا وليس أمرا.